وللحديث عن نفوذ الميليشيات المتنامي في العراق والصراع بين قادتها على المناصب، معنا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري العراقي محمد فوزي اللامي. أهلا بك معنا سيد محمد. تحية طيبة لك السيد والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد محمد. بداية صراع مبكر بين قادة الميليشيات واتهامات أيضا متبادلة بالعمالة بينهم، هل بتنا اليوم أمام صراع قد يتصاعد قريبا بسبب الاختلاف على المكاسب، أم ما الذي يجري بالضبط بين قادة الميليشيات؟ يعني طيب سيد الكريم، بالتأكيد أن هنالك مساحة كبيرة أصبحت لهذه الميليشيات، لأنه حقيقة العراقيين رافضين للاشتراك في هذه الانتخابات، ولذلك أصبحت هذه الميليشيات التي كانت يعني في وقت سابق يعني تعتبر يعني ميليشيات إرهابية أو غيرها، اليوم اشتركت في العملية السياسية وأخذت مقاعد في الانتخابات السابقة، اليوم تطمح إلى الكثير من هذه الانتخابات، اليوم تطمح إلى حقيقة إلى السيطرة على الحكومة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وغيره. فبالتأكيد يحدث هنالك صراع ما بين هذه الميليشيات، يعني مقتدى لديه أتباعه، بقية الميليشيات لديها أتباعها، وبالتأكيد هم لم يتفقوا على صيغة واحدة منذ البداية، يعني منذ تأسيس هذه الميليشيات لم تكن هنالك يعني صيغة واحدة لتجمعهم، ولكن ما كان يجمعهم بالصورة الرئيسية هو أنه يعني السيطرة على هذه المنظومة، وحقيقة يعني هنالك استفادة اقتصادية واستفادة غيرها، وحققوا هذه الطموحات، وبقي أنه يستمرون في هذه العملية التي هي بالتأكيد اليوم يرفضها العراقيون جميعا، رافضون لهذه العملية، ووصلت المرحلة بالعراقيين أنه يرفضون حتى المشاركة في هذه الانتخابات. نعم، لماذا تعمد القوى الموالية لإيران فعلا بتوجيه تهم العمالة تجاه كل المعارضين لها حتى ولو كانوا يعني من ذات الميليشيا؟ هل أصبحت التبعية لإيران هي الوطنية المحضة اليوم؟ يعني سيدي الكريم، أنا أتوقع يعني بأنه يعني إيران واضح جدا بأنه هي، أنا أتوقع أنه الصوت يرجع إلي جنابك إذا هناك خلل فني. الآن تسمعني جيدا سيد محمد؟ الآن أسمعك واضح. نعم، ولكن يرجع للصوت، ما زال يرجع للصوت. طيب، ريثما يعني يتم إصلاح هذا الخلل الفني لربما يعني أعاود توجيه السؤال إليك، وهو أن يعني من الملاحظ أن هذه الميليشيات تتقاذف التهم بين بعضها البعض بالعمالة لإسرائيل أو العمالة بشكل عام، وكأن إيران هي البلد المفترض أن يكون الولاء له. هنا يعني ما تعليقك سيد محمد؟ يعني سيد الكريم، بالتأكيد أنه يعني هم هذه الأحزاب يعرفون جيدا بأنهم هم لم يطأوا السلطة ولم يصلوا إلى هذه السلطة لولا يعني التعامل مع إسرائيل والتعامل مع أمريكا والتعامل مع إيران ومع غيرها، ولكنه المصلحة اليوم أصبحت يعني أنه يجب أن يكون هناك التعامل مع الطرف علنا من غير التعامل مع الطرف الآخر يعني بصورة أخرى، لأنه صراحة يعني هم يدعون بأنهم ينتمون إلى محور المقاومة وإلى إلى 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 المحور المقاوم للجانب الإسرائيلي وغيره، فلم نسمع منهم أنهم يعني أطلقوا رصاصة واحدة على إسرائيل أو غيرها، بينما هم لديهم حدود كما يدعون مع إسرائيل، سواء كان في سوريا أو في لبنان، ولكنهم يقومون بهذا العمل. بالتأكيد يعني هم يدعون دائما يدعون بهذه ويعتبرونها بأنه هي ورقة رابحة لهم، ولكن بالنتيجة نرجع ونقول بأنه هم يعني عملاء لإيران، والذي ما تفرضه عليهم إيران هو الذي تقوم به، والنتيجة اليوم أصبحنا في مواجهة انتخابات لأول مرة، أنا أعتبر هذه الانتخابات
لأول مرة هي سوف تكون أسوأ انتخابات في تاريخ العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، لأنه سوف تكون سيئة جدا يعني على جميع المستويات. حاولت المرجعية أن تصلح الأمور ببيان، ولكنها سوف لن تصلح هذه الأمور. هذه انتخابات سيئة، سوف تكون انتخابات يعني حقيقة كارثة على هذه الميليشيات وكارثة على هذه الحكومة، لأنه الشعب العراقي اليوم ناقد جدا سواء كان على نعم، جميع المستويات. سوف لن يشترك بهذه الانتخابات وغيرها، وحتى شكرا لو اشتركت نسبة معينة صغيرة سوف لن تنتج أي شيء. شكرا جزيلا لك. كنت ضيفنا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري العراقي محمد فوزي اللامي، شكرا جزيلا لك.